شركة بس بالبداية كانت باسم يدي محمد علي أجو. رحنا المصنع في الهند ورحنا نشتغل، قال اليوم احنا نضيف المصنع خلينا نخم المصنع. بداية كانت بالأقمشة بس، تخصص في الملحصم عندنا بناية فتح محل بس أقمشة ستاير، وشوي ابتدينا في بسوينا مركز. اليوم عند ابتديت في صف واحد تحفيظ القرآن، اليوم 16 صف تحفيظ القرآن. الأقمشة وبطلنا عيني على الخلق والأقمشة، بس طبعا مو بالأقمشة الطريقة، الحين مركزين أكثر على اليونيفورمات. معاك نبيل عبد الرحمن أجور من عائلة تجارية، أنا أشتغل مع الأهل في مجال التجارة. أنا من منطقة القضيبية بس الأصل إحنا من فيج الفاضل. طبعا في نهاية الخمسينات انتقلت العائلة من فريج الفاضل إلى القضيبية، وهناك أنا ولدت في منطقة القضيبية، بس أنا طبعا ولدت في المستشفى الإرسالي الأمريكية، بس حياتي وطفولتي كلها في منطقة القضيبية. عشنا حياتها كلنا في بيت عود، بيت العائلة، نعم، مع عيال عمي وجدتنا الكبيرة في بيت كبير، كلنا كان كل قسم حق عائلة، قسم حق عمي علي الله يرحمه، قسم حق جدتي، وقسم حق عمي إبراهيم، وقسم حق الوالد، وعشنا كلنا مع بعض كنا أخوان، يعني مو كانوا عيال عم. والبحرين كله نفس الطريق، يعني كانوا كل العوائل البحرين تعيش في بيت واحد تحت سقف واحد، العيال العمومة والجد والأهل كلهم يكونوا في بيت واحد كبير يتعايشون مع بعض. بس هاي طبعا ذي الشيء اختفى من البحرين، طبعا صار مع التطور والتمدن فصارت الناس كل واحد تحب انه يكون بيت خاص لها، كل عائلة خاصة بها. هو زين ومو بزين، زين انه كل واحد له خصوصياته، لكن مو بزين انه في صار شوية نوعا ما التفكك الاسري، انه اول عيال العام ومع بعض ومع يداتهم يشون كانهم اسرة واحدة. لكن في بعض الاول اللي محافظة لو كل واحد بيته بروحه، بس محافظين على كل يوم أو كل سبت يجتمعون في بيت الكبيرة أو بيت العائلة، أو في الأسبوع يسوون تجمع في الليل في مجالس العائلة أو من هالشبه ذلك. يعني الحمد لله مثل ما نقول الدنيا فيها خير، في ناس للحين محافظة على هالشيء. الوالد طبعا ويا الأعمام هم شركة، بس بالبداية كانت باسم يدي محمد علي أجور. يوم توفى محمد علي أجور حطوا سووها باسم علي محمد أجور وأخوانه، أخوانه الوالد عبد الرحمن وعم إبراهيم. بعد ما توفى عمي علي الله يرحمه سوى شركة عبد الرحمن إبراهيم محمد أجور، وهذه اللي احنا عشناها هذه الفترة، يعني فترة عمي علي ما أتذكرها الصراحة. احنا عشنا فترة شركة علي عبد الرحمن إبراهيم محمد أجور وعمي وإبراهيم والوالد، يعني الصراحة أنا ما فرق بينهم، حتى عمي بمثابة الوالد لي، فالوالد خلى عمي إبراهيم كأنه أبونا، وإذا نبي من شيء أي شيء منه دائما يقول روح حق إبراهيم، فخلى الرابطة قوية بيننا وبين عم إبراهيم، نعتبرك منزلة الوالد مو بعم. فكان شم بدأوا يانا في التجارة، طبعا أول إحنا ابتدائي ما نروح، بعدين يوم كبرنا كان في نهاية الأسبوع أو في الإجازة المدرسية كان يبنى السوق يرون شلون، قعدوا ويا الهنود اللي يشتغلون عندنا نسألهم نجاوبهم. يوم كبرنا أيام الثانوي كان يودينا الهند في مصانع هندية، أصدقاء الوالد يودينا في الإجازة الصيفية نقعد وياهم وتعلم شون التجارة، شون صنعون القماش، وكان الوالد يطلب منهم إن يعاملونا كأن موظفين وليس يعني أبناء عبد الرحمن أجور، فيكونون قاسين علينا كأن هنود ما يعاملونا لا قال لا تعاملون كأن عيالهم كأن موظفين هنود عندكم، فكانوا شديدين علينا. وبالعكس الشدة تفيد، ترى ساعات مو الشدة ما تفيد، بالعكس الشدة تفيد، خاصة في الشباب اللي توه طالع وطايج لازم شوية بلا شدة عشان يتعلم، فما نخلي الخيط لين عليه. أو مثل هذه الطالب مهما يكون كل الشاب يحب يروح يطلع برا ويستانس، لكن إذا في شدة عليه دائما، يعني إذا في أي إنسان في عقاب تشوف الإنسان يكون يمشي بطريق سليم وصحيح، فكانوا شديدين معانا وهذا اللي فادنا الصراحة. أنا أيد الشدة اللي في محلها،
مو الشده اللي مو في محل، الشده في المحل حق مصلحه الشغل او العمل. اي هذه تفيد الواحد بالعكس. اما اذا ترخي وهذه لا، يخلي اي انسان يحب الراحه والترخي. فاذا في شده في عمل في انجاز. في اي احد المواقف رحنا المصنع في الهند ورحنا نشتغل، قال اليوم احنا تنظيف المصنع، خلينا نخم المصنع ونخم خدم والعمال ينظفون، نخم وياهم ننظف المكاين هذه. فيعني نخم عادي، ما ميش اعطونا مخام حالنا خلق ينظفون، نوياهم ننظف ولا نقدر نقول لا. إيه فالحمد لله يعني ابتدينا بشدة، لكن الحمد لله طلعت نتائجها. طبعا تشوف التجارة تنافسية، إذا ما في تنافس والتنافسية في مصلحة الزبون، إذا في تنافس في التجارة الزبون يستفيد، لأن بيحصل سعر أنسب جودة. إذا واحد يحتكر السوق، أنا ما أحب الاحتكار، إذا واحد يحتكر السوق معناته كل الزبون تحت رحمته، فهي غلط. دائما اللي يكون التجارة، الحمد لله في البحرين عندنا انفتاح، ما عندنا احتكار، كل واحد يقدر يجيب بطريقة. سياسة الدولة وايد ممتازة الصراحة، بلد منفتح حق الأول والتالي، وتجارة مفتوحة، واللي يبي يورد أكو، أنت وش طارتك؟ ما في قيود، ما في تسافر تجيب، وكل واحد بطريقته وش طارته. فبالعكس كنا في السوق كلنا كأن أخوة، كأن عائلة. لأن بقول لك يعني أنا حس أول الوالد يمكن يقعد في المحل ويا في السوق أكثر من إحنا ما نشوفه، كانوا التجار في السوق يمكن أكثر يشوفهم وأكثر اختلاط معهم من البيت. فكانوا الأولين من الصبح ينظر بس ساعة واحدة يرتاحون ويواصلون ليه المقارب ويرجعوا البيت. اللي رجعوا البيت يعني شوي وبيرقد، لكن في السوق تشوف الوالد كان اختلاطه مع التجار، كانهم عائلة وإخوان، وكان كل واحد يساعد الثاني. بالعكس في منافسة، بس منافسة شريفة ومحبة وإخوان. وليل اليوم إحنا مع أبناء التجار نفسهم، تجار هذا مثل إخوان وأهل. ليش؟ لأن شفنا الوالد شلون مع أباتهم، إحنا نفس الشيء. يعني قول 90% على الجملة، الجملة نوزع على السوق، مو بالبحرين، على الكويت، على السعودية، للرياض، على إيران، على قطر، على الإمارات. حياة الوالد. إيه حياة الوالد وقابل بعدهما. إحنا في الأساس تجارة جملة مو قطاعي. ليه اليوم تجارة جملة إحنا؟ لا طبعاً إحنا دول، تعرف الدول تقدمت والخليج تطور وصار كل واحد يعني عندهم قرفة تجارة والتواصل مع العالم صار سهل. فكان البحرين بعد في ذيك الفترة عندنا كريمة كانزي البواخر تي البحرين، في بعض الدول ما توصلها، فعشان كذي كانت البحرين مركز تجاري. الحين طبعا كل دولة عندها ميناء وعندها القرف التجاري وعندها تجار وتمكنوا، كل واحد الحين يجيب بروحه. احنا نبيع على السوق المحلي البحريني فقط. انا سلامك الله كنت يعني بحسب اني انا تميت في البحرين، في جامعة البحرين تميت دائما ويا الوالد، واحب الاقمشة وانا احب الرسم، وبروحي اصمم الاقمشة الصراحة، يعني نسوي مطبوعات الالوان انا بروحي اصممها ترى، ونطرش حق المصنع ويطبعونها لنا، وانتظر بفارغ الصبر متى البروفا عشان اشوفها. مثل ما قلت لك انا ما رحت الهند وشفت شلون يطبعون القماش، شلون يسوونه، شلون صم، فحبيت ذي الشيء، وانا احب الرسم وهذه، فهذه ميولي بعد. فحطت يعني ركز على الاقمشه، مش بطلنا عين على الخلق والاقمشه، بس طبعا مو بالاقمشه الطريقه، الحين مركزين اكثر على اليونيفورمات، يعني اقمشه بس يعني حق اقمشه الشراشه في البطانيات، دشينا في وايد مجالات غير الأقمشة. اللبس كلف طبعا موجود اللبس، وفي أشياء ثانية تتبع الأقمشة. شوف أول مكان كانوا دول الخليج كلهم والبحرين كانوا يسورونهم من الهند، كل المواد الغذائية، الأقمشة، الأثاث، وقيس عليه مواد البناء كلها من الهند، لأن البحرين ما عندنا كان سفن شرعية تروح وين؟ الهند وصوب أفريقيا عشان يبون خلق. احنا اجور كنا نروح الهند، الهند وباكستان قبل التقسيم 47 كان الهند كله دولة واحدة، كانوا يروحون كراتشي ومومباي،
بومباي اللي هي اليوم مومباي يسمونها اليوم بومباي، يبون الأقمشة. كان في مدينة بومباي يروح مرة يروح الوالد، مرة يروح عمي إبراهيم، ويبون ويبيعون. ومن كراتشي منطقة اسمها الصدر، ورحت لهم من قد ما أسمع الصدر الصدر أقول شنو الصدر، طلع الصدر معناته سنتر بالهندي طبعا. ورحت كل المصانع، وفي مصانع من أيام الوالد لليوم نتعامل معهم، وفي مصانع جديدة. زين عقب الأقمش من الهند بدأ شوي تطور، راحوا حق بريطانيا، كانوا يبون الأقطاب من مانشستر والأصاف يوركشاير، وفي منطقة اسمها سانتيغال في سويسرا، هذه احنا يعني كده يبنها الويل السويسري حق الاقتار والثياب النسائية المطرزة، كان مشهورة منطقة في سويسرا اسمها سانتيغال. طبعا مع تطور وارتفاع الأسعار اتجهوا مرة ثانية وين؟ إلى الفار إيست، راحوا حق الصين، راحوا حق اليابان، راحوا حق تايلاند وماليزيا. اليوم طبعا الدول الآسيوية أصلا، حتى المصانع أنا أزور مانشستر، حتى رئيس الغرفة قلت له وين المصانع؟ قال كل المصانع الموجودة تشوفها في مانشستر انتقلت راحت إلى عندكم إلى الشرق، إلى طبعا الشرق الأقصى بين الهند وباكستان والصين وتايلاند. الأيدي العاملة، المواد الخام أحسن وأرخص هناك، مكلف يعني صار. إيه فحين كله الحين إحنا بعد رجعنا مرة ثانية نأخذ من الهند. إيه رجعنا لأن الهند وباكستان طوروا مصانع بطريقة، ليش؟ لأن المصانع اللي في مانشستر قلت لك ويوركشاير وفي سويسرا انتقلوا إلى الهند وباكستان، فيبوا التقنية الأوروبية المتطورة مع الأيدي العاملة والمواد الخام المتوفرة، فصار إنتاجهم وايد ممتاز يعني الصراحة. وحين رجعنا مرة ثانية بين الهند وباكستان طبعا ويا الصين وتايلاند، ونجيب لي اليوم عندهم، لأن عندنا وكلاء في ثلاث مناطق في الصين، عندنا وكلاء نتعامل معاهم، لأن الصين لازم تحط لك وكيل. فعندنا في الصين، عندنا في هونغ كونغ بعد، في سنغافورة بعد عندنا. صاحب السمو الملك الأمير خليفة بن سلمان هو اللي كرمنا، وكان أول مرة البحرين تعطي درجة البكالوريوس في تاريخ البحرين، وإحنا قاعدين في المدرج في جامعة البحرين قروا اسمي أول واحد، ورحت استلمت طبعاً وياي وايد، بس أول اسم من قرأ اسمي ورح كرمني الشيخ خليفة الله يرحمه. الله يرحمه، رجل دولة بمعنى الكلمة الله يرحمه. طبعاً أكثر موقف أثر فيني يوم وفاة العم إبراهيم والوالد، يعني شيء ما ينسي، لأن كانوا يعني الوالد لما مكانته والوالد الوالد يعني والعم يعني صراحة هادلين لهم تأثير قوي صراحة. بس الحمد لله أشكر ربي نأسسونا تأسيس قوي ومشينا على نفس طريقتهم ناتهم، ما في تغيير ولا شيء، بالعكس إلى الأحسن لليوم إن شاء الله، لأن كان الأساس قوي وهذا اللي مشينا عليه الحمد لله. نجاة بنت عمي وخال ولد عمي صراحة يعني دليل لهم، شو أقول لك، معزة ومحبة ما تتصور يعني، هذه وايد وفاتهم وايد تأثرنا الصراحة لليوم. حطيت مسابقة باسمهم حق نعم مسابقة حق باسم نجاة علي أجور من ثانوية معترف فيها على مستوى البحرين ثانوية، وفي مسابقة حق خالد أجور للمعلم المتميز كل سنة نسويها، وخالي عبد الواحد الله يرحمه بعد كان يعني مثل مدرسنا وأبونا وأخونا، سويت له بعد مسابقة عبد الواحد أجور، مسابقة سنوية على مستوى وتصير في تكريم في جوائز، والحمد لله هاي نعمة من رب العالمين. نعم هاي نعمة من رب العالمين والله، رب العالمين اللي يحبه يخلي يسوي شيء. هذه الشيخ الشعراوي كان صديق الوالد الله يرحمه من زمان، الشيخ الشعراوي في واحد تاجر عود في مصر اسم المرديني ملق مشى تاجر عود في صديق الوالد، عن طريق المرديني تعرفنا على الشيخ الشعراوي، كل سنة نروح مصر لازم نشوفه، لازم نزور الشعراوي. فالشيخ الشعراوي يقول لنبيل اللي الله يحبه يخلي تسوي عمل خير، والله يا مناس عندهم ملايين بس الله ما يبي يسوي الفضل عليه، فما تشوف يسوي ما يقدرون يبون يسوون، بس الله سبحانه حرمهم من ذا الشيء. بالعكس اللي يسوي خير حق نفسه وبيرجع لنا حق نفسه ويخدم الناس، مثل ما الله عطاك انت عط
رب العالم بيريده لك احسن واحسن. ابتدينا في بسوينا مركز اليوم عند ابتديت في صف واحد تحفيظ القران، اليوم 16 صف تحفيظ قران عندنا سلام كلام بنينا مسجد في مدينه حمد. متى هذه كانت؟ في 1999 بنيت مسجد، بنينا مسجد طبعا العائله مو انا، مدينه حمد ابتدينا في الصفاصل تحفيظ قران، اليوم 16 صف اروح ازورهم نقعد وياهم نطورهم. وانا اشكر القائمين على المركز اللي شوف مو بمال يلا بوالي، اذا عندك بيزات وما في اداره قويه، اداره قويه عندنا في المركز الله يحفظ الجماعه هناك الشيخ حسن طيب ومجموعته والشيخ صهيب ومجموعه، سامحوني اذا انسي بعض الاسامي، لهم فضل يديرون على اجمل وجه. اقول لك ابتدينا بصف اليوم 16 صف، عندنا مجموعه كبيره مسؤولين عن مدينة حمد كلها. شوف انا اروح المعبد اثر؟ لا ابدا ولا 1%، بس لازم الشارك مو شوف في ناس ضد لا غلط، لا انا اروح لهم وازورهم، لكن ما بياثر على ديني ابدا ولا حد بياثر ولا اي واحد. اذا انت ايمانك قوي بالله خلاص روح وزورهم، بالعكس راهم شلون الاسلام، اختلط في الناس راهم الاسلام دين تسامح محبه مو دين عداوه، لا ابدا مو هذا الاسلام ولا الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول راح زار اليهودي زار الكافر وعاش بينهم، وبالعكس صاروا ناس مسلمين على طريقة حياته، لو قعدوا قال لك ما اختلط في ذي وذي ما صار الإسلام. يا الله سبحانه يقول أنك على خلق عظيم من سابع سماء، يقول حق رب العرق. وأنا أحب أقرأ القرآن مو بس أقرأ، أقرأ أتمعن فيه أسوي اللي فيه، فيعني الحمد لله. طبعا سوق الأقمشة مو مثل قبل الصراحة، وايد قال سبت طلعت الملابس الجاهزة والمجمعات والأشياء، فالناس صار ما عندهم وقت يعني يروحون خياط وتعال السوق وتعال افتري وذاك، لا ذاك ما صار مثل قبل، ما عندهم ناس يروح الناس، انت تشوف البراري طقهرا تعال ياخذ الخبز او ياخذ الغرض او شيء، او في باركينج وقف احنا مجموعات زين توقف تركب فوق تشيل اغراض تنزل تعال. فسوق المنامه يبي لفه يبي اختيار الالوان الموديل، ما في ذاك الوقت القبلي. أول المرأة البحرينية ما تشتغل قاعدة في البيت، أو حتى الرجال البحريني يعني يشتغل بس عنده وقت، الحين ما في وقت. إذا واحد في الشركات والبنوك بيطلع من الصبح ما يرجع لك البيت للسبع، وين وقت؟ روح الخياط قدامه يختار بسرعة الموجود ويخير، أو حتى حين الناس الخياط يودون سنابل المكاتب ويختارون. المرأة البحرينية تعرف ذويقة تبي تختار قماش وهذه ما عندها وقت. طبعا تبي واحد بتفصل في السوق تنزل ولازم تفتر على المحلات وتشوف اللي يناسب الخلاق الموديل، هذا الوقت ما صار موجود عند المرأة البحرينية سبب انشغالها وعملها، فقل الطلب على القماش. احنا رجعوا بعض الديزاينرية والشباب المصممين او المصممات في قبال قليل، بس ظل انه مو مثل قبل الصراحه، ثبات الجاهز والوقت ما عندهم.